معانا ضيفة مبهجة قوي، هتعرفنا ان مفيش حاجة اسمها مستحيل، هتقول لنا ازاي نحب نفسنا زي ما هي. معانا اول عارضة ازياء من قصار القامة، وتم اختيارها من اول خمس سيدات مصرية مؤثرة وملهمة لعام 2020 على مستوى العالم. تعالوا نرحب بالجميلة اللي منوراني ومشرفاني، نسمة. اهلا بيكي. ازيك يا نسمة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام. منورانا ومشرفانا، ربنا يخليك. قوليلي ايه الصدفة اللي غيرت حياتك؟ الصدفة اللي غيرت حياتي ان انا اصلا في البداية ما كنتش بحب اتصور، ما كنتش بحب اشوف شكلي طولي عامل ازاي، ما كانش عندي شغف ان انا اشوف انا عاملة ازاي بسبب رد فعل الناس مني دايما، بسبب عدم قربهم مني لأول مرة يشوفوني فيها، فده خلاني ان انا ما احبش التصوير اصلا. بعد كده فكرت ان انا، قصدك ان يعني كان في تنمر او كان في تنمر، كان في نظرات، كان في استغراب. كانت اول نظرة بشوفها ان هما مستغربين ان هي ازاي قصيرة كده، فده خلاني ان انا ما احبش التصوير. فكرت ان انا اتصور، ولقيت بين يوم وليلة ان هي دي نفسي وان هي مش هتتغير، هي دي لازم احبها. فكرت ان انا اتصور، وبعد التصوير ده قلت ان انا لازم اتقبل نفسي على اي حال. فلما اتصورت حبيت نفسي جدا، لقيت ان انا كان لازم احبها من زمان. لقيت ان احنا ما نطلبش من الناس نظرة عادلة احنا ما بنبصهاش لنفسنا من الاول، فلما نبص لنفسنا نظرة عادلة كل الناس هتشوفنا بالعيون اللي احنا عايزينهم يشوفونا بيها. انت عندك كام سنة وخريجة ايه او بتدرسي؟ يعني عرفتي شوية كده. سنة وفي تانية كلية تربية قسم اعلام، وبحب الكتابة، بحب القراءة. وبسبب ان انا بقى ما كنتش بلاقي لبس على مقاسي وكده، اتجهت ان انا اختار تصميمات لنفسي والوان لنفسي، وان انا اخلي حد يعملها، لان كنت بروح محلات الاطفال مش بلاقي، ومحلات الكبار محتاجه ان انا اظبطها تظبيط كبير قوي، فقلت لا انا هخلي حد يفصل لي هدومي احسن. بس لبسك حلو قوي. ربنا يخليك. وانت لغايه دلوقتي بتخلي حد يفصله؟ طبعا. انت لغايه دلوقتي؟ فلقيت الناس حبت الموضوع ده، فقلت طب انا ليه ما اكونش موديل وابقى عملت حاجه مختلفه. قولي لي بقى، صح، ده يعني موضوع الموديل جه من موضوع انك انت فكرتي ان حد يعمل لك لبس؟ صح. عشان مش بتلاقي. لما لقيت بدا يعجب الناس فهم بداوا يثبتوا لي ان هو فعلا حلو، فقلت طالما بيبصوا لي بنظره مختلفه حلمي كمان يكون مختلف. وانا شايفه صور نازله هي على الشاشه تجنن. وبعدين فبدات بقى ان انا يعني، لا دي بتصوري كمان حلو يا نسمة، يعني مش بتصوري عادي كمان، يعني موديل بروفيشنال. فكل ده جاي نتيجة تنمر. كل ده جه نتيجة التنمر. صح. يعني بس ما جاش معاكي بسلبي، جه معاكي بإيجابي. صح. ليه؟ لأن أنا اكتشفت إن إحنا ملناش إيد في نفسنا. صحيح. إحنا ما بنخلقش صابع واحد في نفسنا. فهي دي حاجه حلوه قوي الصوره دي. انا اسفه بقطعك، بس انا بشوف الصور وعجباني جدا يعني. فلقيت نفسي ان هي دي لازم احبها ولازم اتقبلها. طبعا التنمر احنا ما بنخلصش منه ومش هنخلص منه. دي ناس بتبقى نفسيتها تعبانه صح. والتنمر والحمد لله دلوقتي ان بقى في قانون، يعني اي حد، شخص متنمر او بيقول الفاظ جارحه او يعني اي حاجه هياخد عقاب. صح. بس احنا اصلا يعني ما فيش اي انسان بيسلم من التنمر، سواء طويل قصير رفيع تخين. صحيح. كلنا الناس بتتنمر علينا، كلنا لازم الناس بتطلع فينا نقط كده احنا ما بنكونش شايفينها اصلا ان هي عيب. فالتنمر مؤثر علينا بشكل كامل، لان الاهالي ما عندهاش وعي. عمر ما خلقت ربنا تبقى عيب ابدا ابدا. ده نتيجه تربيه الاهل، ما بيبقاش عنده وعي كافي. صحيح صحيح. المفروض لما تكون ام مثلا ماشيه مع ابنها ويبص على حد تقول له لا ما تبصش على ده، خلاص هو هيتعود ان هو يفكر في نفسه، ان هو يفكر في حاله، ان هو ملوش دعوه بحد تاني. الحمد لله كان الموضوع معاكي ايجابي، بقيتي موديل والشخصيات المؤثره والملهمه. احكي لي ازاي الموضوع الإيجابي. إن أنا لما دخلت الجامعة أنا الوحيدة كده في الجامعة، فقررت إن أنا طالما أنا مختلفة يبقى لازم أظهر أكتر،
لازم اظهر بنجاح اكتر. فدايما اتعودت ان انا اي حد عنده مشكله، اي حد زعلان من حاجه فيه، زعلانه من حاجه في شكله، لا انت لازم تحب نفسك، لازم تتقبل نفسك. انا لما بدات ادي طاقه ايجابيه للناس، الطاقه دي بتعود عليا انا، فبالتالي بتقويني انا. لما بلاقيهم هم بيستجابوا وفعلا الوضع بيتغير، فده بيشجعني اكتر ان انا اعمل كده، لدرجة ان انا فكرت اكتب كتاب عن حياتي. واكتبي، ليه ما تكتبيش؟ جربي. بدأت وكتبت ولسه هكمل فيه، عن المواقف المؤثرة وازاي عالجتها وازاي تأقلمت معاها وازاي حبيت نفسي. حب النفس في البداية لما تلاقي كل الناس بتنقدك ما بيبقاش سهل ان انت تحب نفسك. صحيح. لكن لما بتقفي واقفة مع نفسك وهي دي نفسي، خلاص كل الناس هتتقبلك بيها. احترامك لنفسك هيجبر الناس ان هم يحترموك فورا. فحبيت الحياة صراحة. حبيت الحياة طبعا. اول درجة نجاح دايما بتشجعك ان انت تنجحي اكتر، مع ان درجة النجاح بتيجي نتيجة تعب ونتيجة مجهود واخلاص وانهيار طبعا، نجاح كل مش حاجة. لكن اول ما تحس ان انت قصرتي ولو في 1% هتقدري تأثري في كل اللي حواليكي. طب قولي لي بقيتي ازاي موديل؟ يعني من فكره الهدوم وانك عايزه تبقي تصميم، ان انا بختار التصميم وان انا بلبسه وان انا بصوره. بدات الفكره مع نفسي. ما كنت في الاول بقول لا لازم براند خاص بيا ولازم، بس قلت لا انا لازم ابدا كده. انت اصلا يا نسمه بتعرفي تقصي يعني؟ لا مش انا اللي بقص. انا بختار التصميم. انت بتختاري التصميم؟ التصميم والقماشه ولون القماشه ونوعها، واخليها هو يعمل بس. تمام. فده بقى لما انا بدات اعمل استايلات تانية اكتر، قصار القامه كلموني قالوا لي انت لبسك حلو، صوري لنا فساتينك نعمل زيها. احنا عندنا مثلا 30 40 سنه ما خرجناش الا لما شفناكي وسمعناكي بتتكلمي. نسبه قصار القامه عاليه جدا في مصر، محدش بيخرج منهم. انا بصراحه محدش بيخرج منهم ليه؟ بسبب التنمر. مش كل الناس وحشه ومش كل الناس عندها بس التنمر يعني دايما على قصار القامه بيكون واضح شويه. الاطفال بيعتبروهم اطفال زيهم، الكبار بيفكرهم ان هم معجزه كده ما جاتش، وبسبب قله خروجهم التنمر بيزيد. لكن لو هم منتشرين جدا الناس هتتعود ان هم موجودين، هتتعود ان قصار القامه دول فئه كبيره جدا من المجتمع. لكن هما الى حد ما بيخافوا فبيستسلموا فبيقعدوا. طب قولي لي مين اكتر شخص بيقف معاكي وبيدعمك؟ اكتر شخص؟ اكتر شخص ماما وبابا. ماما وبابا يعني البيت؟ طبعا البيت. البيت تقريبا هو لو ما كانش مدعمني انا ما كنتش هبقى كده. كانت دايما ماما كلمات بسيطه قوي، انت جميله، اللبس ده حلو عليكي قوي. انت عندك حد نسمه من العيله كده يعني؟ عندك انت بس؟ انا بس. ولا ماما ولا بابا ولا حد من بعيد او لا خالص خالص خالص. عندك اخوات؟ ايه وعندك اخوات؟ عندي اخوات وطوال جدا. بس عادي، اللي هو ايه، انا الوحيده اللي فيهم كده. بس انا شايفه انك انت مشرفه العيله جدا، مشرفانا جدا جدا. قولي لي يعني شخصيه مؤثره وملهمه على مستوى العالم، فيعني فهميني. على مستوى العالم، لان انا بصي هو انا دايما كنت بعمل ده بشكل بسيط. وانتوا خمسه؟ خمس سيدات؟ فهميني. دايما بعمل ده مع نفسي، فجاه بلاقي ان ده فعلا حاجه واو. يعني انا شايفه ان انا بعمل المفروض اعمله في حياتي اصلا. صحيح. يعني المفروض ان انا احب نفسي وان انا اخلي الناس تحب نفسها، وان ده الطبيعي المفروض يحصل في المجتمع بتاعنا. ما نبقاش بالصعوبه دي، ما نبقاش. انا في البدايه كنت بخاف اطلع بره، كنت بفكر مليون مره لما اطلع مين هيبص، مين هيتكلم، مين هيقول حاجه وحشه، مين هيقول حاجه حلوه. انا كان في بالي 100 سؤال قبل ما اطلع. اخدتي وقت قد ايه عشان تبقي موديل كده مشهوره وبعد ما تحبي نفسك كده؟ لحد اولى جامعه. من البدايه لاولى جامعه. من البدايه لاولى جامعه. كل ده كنت في البيت، كنت عندي خوف من الناس، كان عندي انطوائيه من الناس، كان ما عنديش شغف ان انا اتعامل مع الناس. فكل ده كون جوايا ان انا اكتب حاجات. لما بدات اكتب لقيت نفسي بعرف اعبر، فلما عبرت الناس بدأت تحكي لي مشاكلها وحلها معاهم. ده بقى اللي بتعمليه في الكتاب؟ صح. يعني احكي لي شوية عن الكتاب.
الكتاب اللي هو انا محتاجه نسخه طبعا طبعاً. طبعا الكتاب اللي هو اكتر المواقف الموجعه في حياتي قوي قوي، وكان اثرها عليا عامل ازاي وازاي تاقلمت عليها، وكلها من مواقف حقيقيه حصلت معايا. واثر قوي ان اي حد يقراه صح، واثرت على فكره مواقف بتحصل معانا كلنا، لان التنمر بيحصل علينا كلنا كلنا، فكلها مواقف من الحياه. بس هل تأثيرها أخد معايا قد إيه؟ يوم، يومين، شهر؟ طب زرع جوايا إيه؟ قوة ولا ضعف؟ طب القوة اتحولت لإيه؟ أو الضعف اتحول لإيه؟ وده خلاني أكتب مسرحية في الجامعة. كتبتي كمان مسرحية في الجامعة؟ عن التنمر. لا ده. وعملتها ونجحت. بس انت 20 سنة بس، حاسه كده مخك بسم الله ما شاء الله اكبر من سنك، سابق بكتير. الحمد لله. يعني لسه 20 سنة وبسم وربنا يديكي اكتر. يعني او انا نفسي لما احس ان انا قعدت كده اسبوع من غير حاجه بتطلعي افكار جديده. أيوة زي ما انا شايفه كده على طول. لا انا يعني موديل كتاب، بتفكري على طول، عايزه تنقلي طاقتك الايجابيه للناس. نفسي جدا يكون عندي برنامج. نفسي بقى عندك برنامج تجاه نفسيني بقى كده. لا 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 عموما انت تنوري وتشرفي. اي قناه يكون اسمه كن انت. كن انت ده معناه ايه؟ كن انت اللي هو كن انت في نفسك، بشخصيتك، بشكلك. بي يور سيلف. صح، ما تتصنعش عشان حد، ما تجملش نفسك عشان حد، ما تمحيش نقطه فيك عشان خاطر حد. كل ما تكون انت كل ما الناس هتحبك كانت برضه. عايز اسالك سؤال بس مش عارفه اساله. اقول لك ايه يعني طموحك ايه؟ انا شايفه بسم الله ما شاء الله لسه 20 سنه وبسم الله وبتحققي كمان. الحمد لله. يعني طاقه ايجابيه. طموحي ان حد يساعدني ان انا اعمل براند. نفسك؟ حد يساعدني ان انا اعمل براند لقصار القامه. لان الموضوع ده مش موجود خالص. يعني انت فاشن ديزاينر وحد يتعرض الموضوع معايا بالظبط ينفذ. صح. يا رب. يعني متابع برنامج شارع النهار مع ريم البارودي ويتفرج على حلقتك يا رب. وتلاقي حد بجد يساعدك ومشروع محترم جدا. هو عشان مش موجود هنا فهيكون ليه صوت كويس. مفيش نسمع اي محلات او نهائي او ناس زيك مثلا موجوده فممكن بتعمل ولا اي حاجه خالص ولا كلها بيفكر خالص. يعني انا نفسي كنت وانا في الاعدادي بتقلق من موضوع اللبس ده جدا، ما كنتش بلاقي حاجه لحد دلوقتي. لا لحد دلوقتي انا شايفه لا لحد دلوقتي. انت عايزه تساعدي الناس. يعني انت ساعدتي نفسك فعايزه تساعدي بالظبط. عايزه بس حد اللي هو يديني دعم بسيط كده فانا هساعده، يعني هساعده اكتر فنساعد بعض، فبالتالي الموضوع يوسع اكتر ويكون بشكل حلو اكتر ان شاء الله باذن الله. اللي نفسك فيه ربنا يحققه. نورتينا وشرفتينا وانا كنت مبسوطه جدا جدا ان انا معاكي النهارده. وانا كمان. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.